يا عمي شري هاي البرش هاي صفض البيض حاسبنا شارك خال 200 ورقة يلا جيب لك صرافي خذ مسيكة خذ البسكوتين للولاد مسيكة يتعرش فيها على الطريق انت ورايح شارع صحتين وانا على قلبك الله معك تعال لعولي حالك تعال لقلك لعندي لهوني تعال سجلي توقيعك لايش تطجل لك توقيعي؟ هلا قبل شوي من هون مرق المكرو مثل السام ما لمحته غير من الشباك، إيه ما بين معي لفوق الركبه لما لتحت الركبه، لا تورطنا مرزوق الله يخلي لي اياك لك شو ورطك؟ يعني ضروري تفحصهم واحد واحد حتى تقتنع مثل ما عم اقول لك انا، تعال وقيع سيك خليني انا ورافي انت اه جيب لي قاجوزة سودا قوم تحرقوا قاجوزة سودا لمين بدك تقدم الشكوى؟ كنت بدي اقدمها للمختار بعدين غيرت رايي ما بدي اعمل له قدره قيمه بعدين بشوف لمين بدي اقدمه شغل وين هي القاجوزة؟ ما بعرف ما عم باخذ من المعمل شركة شرشبيل للمياه الغازية ريف دمشق عربي وطني بدك اجنبي فيه بس علابة لا ما بدي اجنبي بس ليش مو كاتبين امتى بتنتهي صلاحيتها ايه بيكونوا كاتبين على الغطا هات الغطا لشوف ايه ما شفته شلون طا وين بدي نقش لك عليه هلا انا ما بعرف قوم نكش عليه بحبش بدك قبو تقطص وتطالعه بدي اشوف اذا كانت خالصه مديت صلاحيتها ولا لا لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا قوم لقلك من عندك تعال اشوف شو بدي اعرف وين راحت انا شو بعرفني انا اللي كبستها هيك ولا انت ما شفتها شلون طارت شفتها شلون طارت ما بحبش الا ما تلاقيها ليك اه شرف تفضل هات لشوف يخرب بيت قلبهم ما ارسلون كاتبينها بالفاي مشان ما تبين اذا خالصه صلاحيتها ولا لا ها ليك امبارحه خالصه صلاحيتها شو سيدي سيدي لا تدقق لا تدقق وينك تعال عندي لهو لشوف ايه تعال انت هات هويتك خير شوفي هات هويتك لهو مش جدد كمان فوت قدامي لشوف حاضر في حاضر تعالوا وقفوا ولا حركي بدي اياك تشهد انه اشتريت القاجوزة اليوم ايه رعبتني هي هي الشغلة بدها شهود لك لك لانه القاجوزة خاصة مدية صلاحيتها ما بدي يقولوا انه اشتريتها قبل ما تخلص مدية صلاحيتها يا مرزوق يا مرزوق خلاص بلاها اذا اجتني دفعة تانية ما باخدها لحتى دقق تاريخ صلاحيتها إيه لا لازم ياكلوها مشان يتربوا رافع طوبار اسم الاب وك انا اللي رح اكلها يا مرزوق مو هني لا بالعكس انت ما بيأثر معك بالعكس احسن لك بتحسن ترفع دعوة عليهم لانه مو كاتبينها بخط واضح شو بيقربك حسن طوبار ما بيقربني محمود الاسعد شو بدي اعمل اذا ما بقع بدي ضل طول نهاري على فيني العمى لك رافر فيه ليقوم يلاقي توقيعك شاهد على الشكوى وليش حضرتك ما نزلت وبهدلته لمرزوق عوض ما تبهدل ابوك اذا طلعت بده يخليني وقع غصبا عني بلا ما اتبهدل انا كمان لكن لا تبهدلني لاني وقع تعرفوا للمرزوق مرزوق لزعه فرنجيه ما بيحل عنك لترفع الراي البيضاء لك يا سيدي ان وقعت وان ما وقعت مين رح يرد عليه سبحان الذي خلقه لا بكل ولا بمل اذا تكمش بشغله مثل الشيء اسمه بس يتكمش بالعظمه وقد قمت
بشراء العبوة بتاريخ 25 الساعة 10:30 صباحا. لك يلا خلصنا معلم، هات الهوية. بتوقع قبل ما خلي؟ لك يا اخي بوقع بس خلصني. ايه وقع. ايه ها. انا مالك ليش هيك عصبي؟ سيق هاي وقتك لما تعيدها. هما العالم شو حوصليتهم ضيقة. بينما تنتهي مدة صلاحيتها بتاريخ 24 وأرفق مع الشكوى العبوي زائد الغطاء وأسماء الشهود. هلا ليش انت ما بتروح تترزى؟ اه مو احسن ما تلتهي بالشكاوي من قبل الضو؟ بعرفك ما بتقعد. انا عم تغش من حالك لك جميل. انت بتعرف ليش انا ما كفيت مدرسه؟ ليش؟ مشان اشتغل الشغله اللي على كيفي. امتى ما بدي بروح وامتى ما بدي برجع، امتى ما بدي بشتغل وامتى ما بدي ما بشتغل. مفهوم. يعني مالك رايح على الشغل اليوم؟ بلا رايح. تعطش اللي حافرك هون حبيبي جميل مشان تروح المسؤوليه عنك. وين؟ هون. هاي طجت لك حافي. الله يسلم دياتك. تأمرني بشي؟ سلامتك. أماني خدمة. أي خدمة؟ أدي استر. بس خدمة. السلام عليكم. كنسيرك قاجوزة والقطة زكاتك ناولنا يون.